السلام عليكم. يا ترى الصوت مسموح؟ حد يرد عليا لو سمحت. مسموع يا دكتور؟ تمام، شكرا. السلام. مسموع يا دكتور؟ تمام، شكرا. ننتظر دقيقتين بس لأن الطلبة لسه بتدخل. طيب نبدأ إن شاء الله الساعة 1:05 دلوقتي. هو إحنا النهاردة أنا جاي أجاوب على أسئلة، أنا مش جاي إن أنا أشرح لكم، دي مش محاضرة، أنا جاي أجاوب على أسئلة. فنبدأ بأن اللي عنده أسئلة يسألني لو سمحت. حدش عنده أسئلة؟ دكتور، ممكن مسألة 54 شابتر 4؟ معلش انا كان في حاجه غريبه مش راضيه تفتح الصوت، والمهم انه اتفتح. طيب انا هفتح مساله 54 شابتر 5، هل انا سمعت صح؟ شابتر 5 شابتر 4 4 54 شابتر 4. هو انا ما فهمتش سؤال التأسي، ومسألة 55 برضه مرتبطة عليها. طيب بس هفتحها واحدة واحدة. طيب دي مسألة، ده نص مسألة 54. هنبص الأول على الدايرة بتاعت 54. إيه الدايرة نمرة 54؟ دي عبارة عن 4 دايودز في كارنت سورس، طيب حد انا عايز حد بس يكلمني بقى، عارف اللي انا بقوله واصل ولا لا؟ شايفين الصوره اللي انا بعرضها يا جماعه؟ تمام يا دكتور. طيب الدايره بتاعتي اهي، في دي سي كارنت سورس. لو الدائرة بتاعتي بالشكل اللي هي محطوطة عليه، لو الانبوت فولتج في انبوت كان بصفر، الاي سي فولتج ده لو كان بصفر، اللي هيحصل ان النقطة اللي وصل، يعني كأن هبقى موصل على الجراوند من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال، موصل على البريدج بتاعتي. البريدج من الطرف الأيمن بتاعها ومن الطرف الأيسر بتاعها هيبقى واصلين دايركتلي على الجراوند، ومفيش تيار هيبقى ماشي فيهم، لأن التيار اللي تحت أي قد التيار اللي فوق. فالوضع بتاعها هيبقى شكله إيه؟ التيار ماشي بيتفرع نصه في دي تلاتة ونصه في دي واحد. النص هيبقى ماشي في دي تلاتة، النص هيبقى ماشي في دي واحد. اللي ماشي في دي واحد هيرد ويمشي في دي اتنين، اللي ماشي في دي تلاتة هيرد ويمشي في دي اربعة. الاوتبوت فولتج في الحالة دي هيبقى بصفر. تمام؟ هل الكلام اللي انا بقوله ده مفهوم؟ حد يرد لو سمحت. يعني مش هتمشي من كل تيار في العشرة كيلو؟ لا مش هيمشي تيار. ليه؟ نفس لأن لو في انبوت، الفي انبوت لو بالصفر تمام، يبقى النقطة انتوا شايفين الايد اللي طالعة في الرسمة اللي عندي ولا شايفين؟ تمام. الطرف ده جهده هيبقى بصفر، التيار اللي ماشي هنا هيبقى نصه ماشي كده ونصه ماشي كده، وهنا بصفر وهنا بصفر. الدايرة هيبقى فيها سيمتري، السيمتري ده هيجبر النقطة ده هي على انها جهدها يبقى بصفر، يعني ما فيش تيار يخرج هنا، فبالتالي التيار اللي ماشي في كل دايت هيبقى هو اي على 2. اللي انا بقوله واضح؟ تمام يا دكتور. طيب نرجع للمساله، احنا كده فهمنا في الدي سي قبل ما يبقى فيه في انبوت. المساله بتقول ايه بقى؟ 54 الدايتز ار ايدنتيكال، وكل واحد 0.7 عند 1 ملي امبير كارنت. تمام. فور سمول انبوت سيجنال، اللي عندي انبوت سيجنال صغيره يعني اقل من 10
ملي فولت بيك. نرجع تاني للرسمة بتاعتنا. أنا عندي الانبوت فولتج ده اللي موجود هنا، الجهد بتاعه 5 ملي فولت، جهد النقطة دي 5 ملي فولت، يعني مش صفر، ده هيبقى 5 ملي فولت. فالجهد هنا أما يعلى يبقى بوستيف، وعمال ده اي سي عمال يعلى بوستيف ونيجاتيف، فما يعلى بوستيف النقطة دي جهدها، أما يعلى أما يزيد هيبقى الدروب اللي هنا قل، الدروب اللي على دي واحد هيقل، فالطيار اللي ماشي في دي واحد هيقل، فالطيار اللي ماشي في دي ثلاثة هيزيد، لأن مجموع الاثنين عبارة عن اي، فكان قبل كده النص ماشي يمين والنص ماشي شمال، النص في دي واحد والنص في دي ثلاثة، لكن لما ابتدي ارفع جهد النقطة دي الاقي ان انا بقلل الكرنت اللي ماشي في دي واحد، بس مقابل كده يبقى الكرنت اللي ماشي في دي ثلاثة بيزيد، تمام؟ وفي نفس الوقت طالما الجهد هنا عالي يبقى الجهد اللي على دي اتنين هيزيد، يبقى الطيار اللي في دي اتنين بيزيد، هيجي منين؟ هيجي من الفي انبوت، يبقى الفي انبوت هيبتدي يمشي طيار كده، وهنا في طيار ماشي في دي واحد، النتيجة هتبقى كالآتي: الطيار ده اللي في دي واحد أقل من نص اي، الطيار اللي في دي تلاتة أكتر من نص اي، الطيار اللي في دي اتنين، ما هو الطيار اللي في دي اتنين واللي في دي أربعة الاتنين مجموعهم اي، الطيار اللي هنا هيزيد عن الأول، هيزيد عن مكان، هيزيد عن اي على اتنين، يبقى الطيار اللي في الناحية التانية هيقل عن اي على اتنين، هيبقى أقل من اي على اتنين. إذا دكتور بعد إذن حضرتك بدون مقاطعتك، بس هو في ناس بتحاول تخش. طيب حاضر، أنا بشرح مش شايفهم. شكرا يا باشمهندس. إذا اللي هيحصل كالآتي: نبص الناحية التانية، أما في إنبوت يبقى بوستيف، الجهد اللي جاي في دي تلاتة بيزيد، الكرنت اللي ماشي في دي تلاتة هيزيد عن اي على اتنين، هيزيد كرنت اللي ماشي في دي أربعة هيقل، الفرق ده بيروح فين؟ بيروح في اي، في الريزيستنس العشرة كيلو، كرنت اللي هنا أعلى من اي على اتنين، اللي في دي تلاتة، اللي في دي أربعة أقل من اي على اتنين، الفرق بيروح في اي في الريزيستنس 10 كيلو، فبالتالي الاقي ان الفي اوتبوت تطلع تبقى موجبه، تمام؟ اذا انا كل ما برفع الجهد في انبوت كل ما بيبقى الجزء من السايكل اللي فيه في انبوت موجبه، الاقي ان في اوتبوت بيبقى موجب، لما الفولتج بتاع في انبوت الجزء من السايكل بتاع في انبوت اما بتبقى سالبه الاقي ان في اوتبوت بتتجه انها تبقى سالبه، يبقى الاثنين ماشيين ان فيز مع بعض. تمام؟ طيب الاثنين ماشيين ان فيز مع بعض. نرجع للمساله نشوف عايز ايه. For a small input signal find the small signal equivalent circuit and use it to determine the values of the small signal transmission V output على V for various values of I. لو كانت I بزيرو، I بواحد وعشرة ومية، واحد ملي وعشرة ملي، هيفرق في ايه؟ لا هيفرق في حاجة، احنا دلوقتي عايزين نشتغل AC، اما اجي اشتغل AC الاثنين current sources دول هيبقوا ايه؟ حد يجاوبني لو سمحت. Two current sources لما اجي اشتغل اي سي هيبقى شكلهم ايه؟ اوبن سيركت. تمام، هيبقوا الاثنين اوبن سيركت، والدايدز كل واحده هنشيلها ونحط مكانها ايه؟ 0.7 ريزيستنس. اشتغل اي سي نحط مكانها ايه؟ مش احنا في سمول سيجنال بنحط بدلها ايوه ريزيستنس، قيمتها VT على I. VT على I. طب VT على I بكام؟
بندرس في الدي سي، احنا بنبني على الدي سي. في الدي سي كل دايود ماشي في تيار قيمته نص دايود بالظبط كده، يبقى الريزيستنس قيمتها 2 في تي على اي. واضح الكلام ده؟ ها الكلام ده واضح؟ تمام واضح يا دكتور. تمام، يبقى انا الدايره دي هتتحول لايه؟ هتتحول وانا جاي ماشي من الشمال جراوند، بطلع على في انبوت، بدخل على بريدج. البريدج دي عباره عن ايه؟ عباره عن تو برانشز، كل برانش فيه 2 ريزيستورز، قيمه كل ريزيستور 2 في تي على اي. مفهوم؟ تمام يا دكتور. كان كل برانش في ريزيستنس، اما اجمع بقى الاثنين ريزيستورز على بعض اللي موجوده في كل برانش، قيمه الاثنين ريزيستورز مع بعض اما يتجمعوا هتبقى 4 في تي على اي، وزيهم في البرانش اللي تحتيه 4 في تي على اي. تمام، والاثنين بارلل مع بعض، يبقى الايكوفالنت ريزيستنس بتاعت الاثنين مع بعض 2 في تي على اي. الكلام ده مفهوم؟ مفهوم يا دكتور. إذن الدائرة بتاعتي هقدر أشيل البريدج دي وأحط ريزيستور واحد، قيمة الريزيستنس بتاعته 2 في تي على أي. أي قيمتها بتختلف، هو بيقول لي خدها في حالات مختلفة، أي بصفر مرة لغاية أي ما أعرفش بكذا ملي أمبير. تمام؟ طيب هنعمل إيه بعد كده؟ عايز اجيب الاوتبوت فولتج، هجيبه ازاي؟ بالفولتج ديفايدر، قاعده الفولتج ديفايدر. هيبقى هو عباره عن ال10 كيلو مقسومه على 2 في تي على اي اللي هي قيمه الريزيستور زائد 10 كيلو. فهعرف الاوتبوت فولتج قد ايه، واعرف الدروب على الريزيستور اللي اسمه 2 في تي على اي قيمته قد ايه، ولازم اعمل تشيك عشان اتاكد ان التشينج على الريزيستور، الفولتج تشينج على الريزيستور لا يتعدى كم ملي فولت؟ 5 ملي فولت. كانت ده الشرط بتاع ان انا اقدر اشتغل بسمول سيجنال موديل. يبقى هشوف الدروب على الريزيستور قد ايه، وفي الحاله دي لو كان اقل من 5 يبقى انا شغال صح. واضح؟ هو هتطلع قيمه ال 2 في تي على اي، في تي 25 ملي فولت، يبقى 2 ب 50 ملي فولت. قيمه الريزستور هتختلف على حسب الكرنت اي بقد ايه، فبالتالي الدروب على الريزستور هيختلف. لكن هي دي فكره الجزء الاولاني على الاقل. طب بيقول لي ايه بعد كده؟ طب اتفهم اللي انا بقوله؟ تمام يا دكتور. طيب for a forward conducting diode, what is the large signal magnitude that can support well corresponding limited to 10% of the DC bias? طيب يعني على حسب ما انا فاهم، ولو انا فاهمها غلط حد يصلح لي. for a forward conducting diode بيتكلم على diode واحد. what is the largest signal voltage magnitude that it can support while the corresponding signal current is limited to 10% of the DC bias current. هو بيقول لي ايه هي قيمة السيجنال اللي تخلي التيار اللي ماشي في الدايت 10% من الدي سي فاليو. تمام؟ معايا يا جماعة؟ لا ممكن تاني يا دكتور؟ طيب هو بيقول ايه؟ For a forward conducting diode. ليه forward conducting؟ ما جايز لو الـ input signal عليت أو بعض الـ diodes تقلب off، جايز. اوكي؟ فهو بيفترض إن ايه؟ هنتكلم على دايود لازال كوندكتنج. مرة تانية
for a forward conducting diode, what is the largest signal voltage magnitude that it can support while the corresponding signal current is limited to 10% of the DC bias current? هو بيقول لي ان التغير في التيار اللي ماشي في الدايود 10% من الدي سي فاليو، 10% اوف ذا دي سي بايس كارنت. تمام، هو الدي سي بايس كارنت في كل دايود كان قد ايه؟ كان اي على 2. هو بيقول لي ان السيجنال كارنت از ليميتد تو 10% من الدي سي بايس كارنت. يبقى انا بفترض ان التغير في التيار اللي ماشي في الدايود يساوي 10% من الاي على 2، يعني هيساوي اي على 20. ده قيمه الاي سي كارنت اللي ماشي في الدايود. واضح؟ واضح ولا مش واضح اللي انا بقوله؟ هو الكتابه مش واضحه الحقيقه، يعني لو كاتبه انا يعني ما ان انا شفتها قريت المساله دي مليون مره، بس الكتابه مش واضحه برضه. For a forward conducting guide, what is the largest signal voltage magnitude؟ يعني ايه signal voltage magnitude؟ small input signal. افهم ان هو بيتكلم على الانبوت، اللي انا افهمه بيتكلم على في انبوت، بيسال عنها. بيقول لي what is the large signal voltage magnitude the input البيك بتاعها قد ايه that it can support its دي عايدة على الدايود اللي الدايود يقدر يشتغل معاها، يعني why the corresponding signal current is limited to 10% of the DC bias current. الكرنت اللي ماشي يعني مش واضح، الكرنت اللي ماشي 10% دي الكرنت اللي ماشي في السيجنال ولا اللي ماشي في الدايود؟ كان سبورت وايل ذا كورسبوندنج سيجنال كرنت، لا تبقى سيجنال ماشي، الكرنت اللي ماشي في الفي انبوت يبقى ليميتد تو 10% وده دي سي بايس كرنت. التيار اللي ماشي فيه، انا يعني كده بغير اللي انا قلته قبل كده، التيار اللي ماشي فيه السيجنال، نيجي على الرسم، الاي سي كارنت اللي ماشي فيه الفي انبوت يساوي 10% اوف ذا بايس كارنت، يبقى التيار اللي ماشي هنا هيساوي 10% من اي، يعني اي على 10. بس كاي سي التيار بيتفرع فرعين، تو برانشز كل واحده منهم فيهم ريزيستور، اذا التيار اللي ماشي في كل ريزيستور من الأربعة ريزيستورز نص التيار اللي اسمه آي على 10، يبقى التيار اللي ماشي في كل ريزيستور اسمه آي على 20. الكلام ده مفهوم؟ حد يرد على يسمح؟ أيوة نص مفهوم؟ نص اللي هو آي على 20. أنا عرفت دلوقتي التيار اللي ماشي فيه الدايود، صح؟ تمام؟ التيار اللي ماشي في الدايد الواحد او البرانش الواحد هيبقى اي على 20، لكن قيمه الريزيستور بتاع كل دايد قد ايه؟ كل ريزيستور لوحده كان 2 في تي على اي، صح؟ المطلوب اللي فات المطلوب اللي فات هو ده نفس الريزيستنس، البايس ما اتغيرش، نفس قيمه الاي هي اي لازالت، بس انا ما غيرتش الفورورد بايس، ما اثرتش على حاجه، صح؟ ما اثرتش على حاجه. طيب اهملها، يعني ممكن اكلمك فيها بعدين بس اهملها دلوقتي. تمام يا دكتور. هنقول ان التيار اللي ماشي بيساوي اي على 20، صح؟ وقيمه الريزيستنس بتساوي كام؟ بتساوي الدايد الواحد بتساوي 2 في تي على 10، مظبوط؟ اضرب الاثنين في بعض عشان تعرف الفولتج دروب على او بلاش،
احنا فاكرين الايكوفالنت ريزيستنس بتاعت البريدج كلها كانت بتساوي قيمه كان كام؟ 2 في تي على اي كلها بالظبط كده 2 في تي على اي. اما اضربها في الكرنت هيطلع قيمه الدروب اللي عليها قد ايه؟ 2 في تي على اي مضروبه في اي على 20، فالاي هتروح مع الاي على 20 ولا على 10 يا دكتور؟ ماشي على 10. لا لا على 20، ما احنا مقسمين على 10. صح صح على 10، اسف على 10، صح انت اللي صح على 10. دلوقتي احنا بنتكلم على الكرنت اللي هنا مش اللي ماشي في البرانش. صح الكرنت اللي هنا اي على 10 اضربه في الريزيستنس 2 في تي على 10، يبقى بضرب اي على 10 في 2 في تي على اي. صح الاي هتروح مع الاي يبقى 5 في 2 في تي على 10 يعني في تي على 5. صح مظبوط. اه هتطلع في تي على 5، في تي اللي هي 25 مللي مقسم على 5 تبقى 5 مللي. ده الأبر ليميت اللي مسموح بيه على فكرة عشان أقدر أشتغل بأن أمثل كل دايت كاريزيستور، فأنا لازلت في المنطقة المسموح بيها، يبقى تمثيل الدايت بريزيستور صح. واضح اللي أنا بقوله؟ واضح هذا. طيب الدروب اللي على الريزيستور بيساوي 5 ملي، وبيسأل على إيه بعد كده؟ بيسأل على البيك بتاع الانبوت قد ايه. طب لو انا عرفت الدروب اللي على الريزيستور مش هقدر احسب الدروب اللي على ال 10 كيلو؟ هتطلع هي الكرنت مضروب في ال 10 كيلو، يعني هتطلع 10 كيلو في اي على 10، يعني تطلع 10 فولت. 10 كيلو لا تطلع اي، تطلع اي فولت. هل هذا الكلام واضح؟ تمام يا دكتور. اعمل بلس للدروب الاثنين مع بعض بقى بالظبط كده. ده هو يبقى ايه؟ ده يبقى البي انبوت بقى بيك. ده الفي مش البيك. ده يبقى البيك، ده يبقى البيك بالظبط كده. لان انا بتكلم على خمس، بتكلم على ايه؟ على ان الخمسة ملي تبقى هي البيك. ما ينفعش اشتغل باكتر من كده. ده دي سي اي بقى البيك. صح تمام. يبقى انا وصلت لقيمه البي سيجنال مرتبطه بقيمه اي، هتطلع قلنا 5 ملي زائد اي. بمعرفه اي بكام هقدر احسب البيك بتاعت البي انبوت قد ايه. طيب دكتور بعد اذنك ممكن اقول اللي انا شفته في الاجابه، هل التفكير فيه صح ولا لا؟ تفضلي. طيب هو كان جايب في الاول ان الليميتنج 10% من الدي سي بايس كارنت اعتبر نسبه بين الاي اللي قبل كده والاي الجديده، فاي دي على اي هتبقى عباره عن 1 بلس اور ماينس 10%. هل ده معناه صح؟ صح تمام. بعدين بقى الاي دي على اي دي اللي هي النسبه القديمه على الجديده على القديمه عباره عن اي باور في يعني اللي هي الدلتا في على في تي تواها من 0.9 ل 1.1 اللي هو بلس وماينس 10%. فجاب نسبة للدي في اللي هي الدي على كل الفي على كل ريزيستنس. لا معلش قولي تاني. معلش جاب، انا فهمت ان انت بتقولي قال الكرنت ارتفع من اي الى 1.1 اي صح؟ تمام كده. فبالتالي يجيب الدلتا في عشان يجيب الدلتا في على كل ريزيستنس. ماشي. العادله بتاعت اي على اي 1 على اي 2 بتساوي اي بي باور بي 2 ماينس بي 1 على بي تي. يعني هو استخدم الاكسبوننشال موديل. استخدم الاكسبوننشال موديل. هو لما طلع الدلتا في اعتبر ان الدلتا في دي هي دلتا في على كل ريزيستنس، وبعدين منها جاب الفي اوتبوت الفي الفي انبوت ماينس الدروب اللي هيحصل على برانش منهم وجاب منها الاي.
يعني بعد ما اجيب الفي اوتبوت اقسم بقى الفي اوتبوت اللي طلعت ديت على ال10 هجيب منها الار. فطريقه التفكير دي كانت سليمه ولا غلط؟ الحل اللي انا بقوله اسهل لانه ابروكسيميت. النقطه هل الابروكسيميت سوليوشن فاليد ولا مش فاليد؟ فاليد بشرط، بشرط ان انا ما زدتش عن 5 ملي فولت. ايه هو اللي ما زدتش عن 5 ملي فولت؟ الدروب على كل دايت، على كل دايت. طب احنا عملنا تشيك لقينا ان الدروب على كل دايت قد ايه؟ 5 ملي فولت. تمام. هو اللي انا عملاه الدروب هيطلع 2.6، بص تبقى نيجاتيف، يعني 2.6 اللي هو الدلتا. دلتا ايه؟ الدلتا في دي فولتج ولا الدلتا في دي التغير هيبقى بوزيتيف او نيجاتيف 2.6. هو خلى التيار اللي مش في الدايد الواحد قد ايه؟ هو ما خلاش، ما افترضش اي قيمه، هو جاب نسبه بين القديم والجديد، الجديد والقديم يعني اللي هو الاي الثانيه والاي الاولى، فقال ان هم بيساوي 1 بلس اور ماينس 10%. يعني قال ان طب حل مرتين، مره ب مره 1.1 ومره 0.9. هو فضل ماشي من 0.9 ل 1.9، وبعدين على اساسها جاب الدلتا في دي، والدلتا في دي برضه فضل شغال بوزيتيف او ماينس، يعني بتزيد يا بتقل. هيطلع مختلفين عن بعض؟ لا انا ما طلعتهمش مختلفين، انا طلعت ان هي الفي انبوت ماينس الرقم دوت، وطلعت قيمه دوت وهتطلع قيمه تانية. لا بص هقول لك حاجه، هتقولي التشينج في الفولتج على كل دايت هيساوي في تي لين مره 0.9 على 1 ومره 1.1 على 1، صح؟ تمام تمام صح. الرقمين لين بتاع 1.1 او 0.9 الاثنين قريبين من بعض بس مختلفين. تمام. واحد موجب واحد سالب طبعا. صح، بس مقدارهم مختلف، ما يطلعوش قد بعض. قريبين من بعض معاكي بس مختلفين عن بعض، لان ده اكزاكت سوليوشن هيطلع مختلفين. فالحل اللي انت بتقوليه حل صحيح، بس مطلع 2.6 2.6 دي هي الار ام اس فاليو ولا البيك؟ هي الدلتا في اللي طلعت من الايكويشن، يعني ب 2.6. السؤال هل دي ار ام اس ولا بيك؟ لو بيك هنوصل لنفس القيمه اللي كنا بنتكلم عليها. طب نرجع نقول هو ما كان بيقول لي كارنت فورورد كوندكتنج وات لارج سيجنال بان while the crossroad signal current is limited to 10% of the DC bias. هو يا ترى ما كان بيقول لي cross signal current limited to 10% of the bias. البايس كان دي سي اسمه اي، فيا ترى ما كان بيتكلم على signal current، كان بيتكلم مع الار ام اس ولا بيتكلم على البيك؟ لو كان بيتكلم على الار ام اس فاليو يبقى الحل بتاعي مش فاليد. ليه؟ لان 5 ملي فولت ار ام اس عشان اطلع البيك المناظر هضرب في جذر 2 تطلع 7 وشويه. واضح؟ لو كان بيتكلم على ان السيجنال كارنت دي عباره عن البيك لو كانت هي البيك يبقى الإجابة بتاعتي valid، لو مش البيك الإجابة بتاعتي مش valid. الإجابة بتاعته هو valid في أي حالة وهي أدق. واضح؟ ماشي يا دكتور. تمام. طب بس الرقمين بعاد عن بعض، انت بتتكلمي على 2.6 الرقم بعيد عن الرقم اللي أنا مطلعه، قريبة شوية، المفروض الاتنين يبقوا قريبين من بعض. انا مش شايف
يعني الحسابات مش قصادي، انت متاكده انك شغاله باللين مش باللوج؟ بتاكد اهو 2.6 باللين. باللين ملي فولت. ملي فولت 2.6 ملي فولت. بصي هو الاجابه اللي انت بتقوليها صح. لما بتبقى 0.9 بتبقى نيجاتيف 2.6، ولما بتبقى 1.9 بتبقى 2.3. مش قد بعض زي ما قلت. مش قد بعض بس فرق بسيط. فهو ده حل اكزاكت. هو ده الحل الادق. المفروض لو احنا في حدود التشينج لا يتعدى 5 ملي فولت ان احنا نشتغل ابروكسيميت، لانه سهل. ما احنا بندرس الدي سي ليه؟ بدرس الاي سي ريبريزنتيشن ليه؟ عشان اشتغل بيه. تاخد بالك؟ فلو كان التشينج لا يتعدى 5 ملي فولت فالافضل الحل بالابروكسيميت سوليوشن. هل التشينج تعدى ال 5 ملي فولت على كل دايت ولا لم يتعدى؟ ده توقف على هل السيجنال كارنت دي اللي بيقول كورسبوند سيجنال كارنت از ليمتد تو 10%. بايس كارنت، سيجنال كارنت دي هي دروب على مين؟ انا اقول لك بقى. انا عرفت الغلط فيه، انا عندي غلطه في الحل بتاعي. هقول الغلطه ايه. بصوا يا جماعه، الكارنت اللي ماشي هنا اي على 10، يتفرع فرعين، كل فرع الكرنت اللي ماشي فيه اي على 20. اذا الكرنت اللي ماشي في الدايد الواحد قد ايه؟ اي على 20. اما اضربه في قيمه الريزيستور بتاع الدايد الواحد 2 في تي على 10 على اي، 2 في تي على اي، هتطلع الاجابه في تي على 10 مش على 5. ده الدروب اللي على الدايد الواحد. فالحل اللي انا بحله لكم يقول لي الدروب يساوي 2.5 فولت، 2.5 ملي فولت على كل دايت. والحل ده افضل اللي انا بقوله. الحل ده ابسط واسرع. ولا يخترق الشرط بتاع 5 ملي فولت. لان كده طالع الدروب على كل دايت بيساوي 2.5 ملي فولت. انت مطلعها في الموجب 2.6 السالب 2.3 كانه بينهم طالع في متوسط 2.4. يعني ماشي، ده حل صح واكزاكت، بس نوت ريكومندد من وجهه نظري. مش ريكومندد ان انتوا تدخلوا في التعقيد بتاع الاكسبوننشال موديل طالما ان انا لم اخترق الشرط بتاع 5 ملي فولت. هل اللي انا بقوله صح؟ مفهوم؟ مفهوم يا دكتور. وصلت؟ الفرق بين اللي انت والحل بتاعك، انت بتديني الاجابه 2.3 2.6. الحل الابروكسيميت بيقول لي التشينج في الفولتج هيبقى 2.5. الحل مقبول كابروكسيميت، مقبول. الحلين صح، الاسهل هو الابروكسيميت وهو مقبول. الحل الثاني ادق لكن مش مطلوب ان انا احل بيه. واضح؟ واضح يا دكتور. رقم سي بقى. سي لو 1 مل فور 1 ملي امبير وات از لو كانت الاي ب 1 ملي امبير، وات ذا لارجست بوسيبل اوتبوت سيجنال فور ويتش دايت كارنت ديفيتس وايل ذا دايت كارنت ديفيت باي ات موست 10% اوف ذير دي سي فاليوز. يبقى الكارنت هيختلف عن ما هي لا مش هي التشينج في، والله هتطلع هي برضه التشينج قريبه منه مش هي بس. التشينج في الكرنت اللي ماشي لا هي التشينج في الكرنت اللي ماشي في الدايد الواحد بيختلف 10% من الدي سي فاليو بتاعته. معايا؟ معلش تاني يا دكتور. هو بيقول لي ايه؟ لو اي ب 1 ملي، وات از ذا لارجست بوسيبل اوتبوت سيجنال، عايز يعرف في اوتبوت قد ايه، فور ويتش دايت كارنت ديفييت باي ات ذا موست 10% اوف ذير دي سي فاليو.
يبقى اذا التشينج في الفولتج اللي على الدايت ما يزيدش عن 10% من الدي سي كارنت. لو كان الدي سي من الدي سي كارنت بتاعه زير دي سي كارنت، الكارنت اللي ماشي في كل دايت كان قد ايه؟ كان اي على 2. تمام. طيب التشينج في الكارنت ده لا يزيد عن 10% من اي على 2، يبقى التشينج لا يزيد عن اي على 20. دي بيك، يعني الكارنت مش هيعلى ولا ينزل اكتر من 10% من الدي سي فاليو بتاعه. دي مش ار ام اس، ده بيك. قد ايه؟ هتبقى اي على 20. يبقى التشينج في كل دايت كارنت هيساوي اي على 20. البيك فاليو بتاعت ال اي سي كومبوننت بتاعت الكارنت اللي ماشي في الدايت اي على 20. اللي انا بقوله واضح؟ تمام. التشينج هيساوي اي على 20. وبعدين عرفت التشينج في الكارنت قد ايه؟ اي على 20. طب قيمه الريزيستنس قد ايه؟ 2 في تي على 10 على اي. يبقى الدروب على الاي سي كومبوننت بتاعت الفولتج اللي على كل دايت قد ايه؟ هتبقى اي على 20 في 2 على اي، ثم تطلع في تي على 10. رجعنا لنفس الوضع الاولاني. تمام يا دكتور. يبقى احنا كده بنكرر المسألة اللي قبليها. تمام. لا، الارقام مختلفة شوية. احنا هنا دي بتمثل البيك وطلعة اي على 20، طلعة 5 ملي فولت دروب على كل دايت. مفهوم؟ يبقى ما جمع الاثنين دايتز جنب بعض هيبقى الدروب على الاثنين مع بعض 10 ملي. يبقى الدروب على البريدج هيطلع 10 ملي. والكرنت هو هو، الاي سي كرنت هو هو، ده البيك. انا هنا بتكلم على البيك. اوكي، البيك بتاع الفولتج، الفولتج شينج على البريدج هيبقى على الاثنين دايتز اللي نسيرز مع بعض 5 و5 ملي، يبقى 10 ملي. نتيجة كرنت قيمته البيك بتاعه اي على 20. طيب الدروب اللي هيبقى موجود على اللود على 10 كيلو هيبقى 10 كيلو مضروبه في اي على 10، في اي على 10، صح؟ اي على 10. لان كل برانش ماشي في اي على 20، فالاثنين لما يتجمعوا مع بعض يبقى اي على 10. هي نفس المساله اللي فوق هتطلع، بس الفرق الوحيد ان اللي فوق بيتكلم على ار ام اس، واللي تحت بيتكلم على، مش كده ولا يقول تحت بيتكلم على، اللي فوق كان بيقول كل برانش اي على 20. اللي فوق بيقول كل برانش كان اي على 20. اللي تحت بيقول لي البيك اي على 10 في كل برانش، صح؟ لا، اللي تحت بيقول لي البيك في كل برانش اي على 20. اللي فوق كان بيقول البيك في كل برانش، اللي فوق كان بيقول الار ام اس في كل برانش اي على 20. يبقى اللي فوق كان بيتكلم على ار ام اس، اللي تحت بيتكلم على بيك. ماشي، قال انا بقوله مفهوم يا جماعه؟ اقوله تاني ولا؟ تمام. لا تمام يا دكتور. طيب تمام. ممكن نحل مسألة عن الزينر؟ كام؟ مثلا 64. حاضر. ذاكرتوا المسألة اللي المفروض الباشمهندس شرحها لكم في السكشن بتاعت الزينر اللي فيها الريجوليشن دي يا دكتور؟ تمام، هو حلها معايا. الزينر بيستخدم في الريجوليشن. طيب لحظة واحدة.
هيجمع مع 64. على فكرة لو حد طلب الدخول أنا ما ببقاش شايفه، فحد يبقى ينبه لي. مسألة 64: It's required to design Zener shunt regulator to provide a regulated voltage of about 10 volt. Available 10 volt 1 watt Zener type كذا is specified to have 10 volt drop at test current of 5 milli with Zener resistance 7 ohm. The raw supply DS available has a nominal value of 20 volt but can vary by as much as 25%. Regulator is required to supply load current from 0 لغاية 20. Design for a minimum Zener current of 5 milliampere. كويس. وبعدين المطلوب. أول حاجة فايد زد نوت. في زد نوت. حد يقدر يقول لي في زد نوت بكام؟ دكتور معلش هو حضرتك عامل شير سكرين لسه لنفس الحاجه يعني لسه الصفحه ما اتقلبتش. انتوا عند مساله كام؟ شايفين مساله كام؟ باشمهندس مع حضرتك يا دكتور. انتوا المساله اللي شايفينها رقم كام؟ 54. هي قدامي 54. تمام يبقى مشكلة عندي خلاص. مشكلة عندك. طيب على أي حال، هل حد يقدر يقول لي هنحسب ازاي في زد نوت؟ يعني نص المسألة بيقول إيه؟ بيقول لي الزينر دايت بتاعي هاز أو هاز 10 فولت دروب، الفولتج دروب ما بين طرفي 10 فولت at a test current of 25 ملي امبير وان الار زد ب 7 اوم. هو الموديل بتاع الزينر دايت كان ايه؟ ايه هو الموديل؟ حد يقدر يقول لي؟ كان ريزيستنس وباتري. صحيح. البطاريه قد ايه؟ في زد نوت. فهو دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لما باجي اقيس الفولتج على طرفي الزينر دايت اللي جوه فيه بطاريه وريزيستنس، يبقى اذا اللي انا بقيسه هو الدروب على البطاريه زائد الدروب على الريزيستنس، الاثنين مع بعض طلعوا 10 فولت. ال 10 فولت دول في جزء منهم في زد نوت وجزء دروب على الريزيستور. هل اقدر اعرف الدروب على الريزيستور قد ايه؟ ما هو مديني التيار 25 ملي وقيمه الريزيستنس 7 اوم، يبقى الدروب اللي على الريزيستنس ار زد، الدروب ده قد ايه؟ VZ minus IZ في R. لا الاي في الار، الاي في الار ده الدروب على او غالبا باشمهندس بيقول حاجه ثانيه. انا ما بسالش على VZ نوت، انا بسال على الدروب على الريزيستور هيطلع هو الكرنت 25 ملي مضروب في RZ اللي هي 7. هضرب 7 في 125 يوم يديني 175 ملي فولت. تمام. يبقى الدروب بتاع البطاريه، البطاريه تبقى دي تبقى 10 ناقص 125 ملي 175 ملي فولت، دي في زد نوت. وصلت؟ تمام تمام يا دكتور. طيب عرفنا في زد نوت. كالكوليت ذا ريكوايرد فاليو اوف ار، احسب ار كده ازاي؟ يقدر يقول لي يا مين الار اللي بعمل بيها ريجيليشن؟ دايره الريجيليتور، الزينر ريجيليتور. بيبقى شكلها ايه؟ انتوا هي اخذتوها في المساله اللي اتحلت في السكشن، حصل ولا ما حصلش؟ اللي هي الار اللي على اليمين، لا اللي فوق اللي بتبقى فوق الزينر. يبقى انا بحط السبلاي السورس بتاعي اللي هو في المساله دي 20 فولت وبيتغير 25%، بحط السورس وان سيريز معاه الريزيستنس اللي اسمها ار، وبعدين ار وصل على الاوتبوت
وما بين الاوتبوت وما بين الجراوند موجود زينر ريجليتور، وما بين الاوتبوت وما بين الجراوند بحط الار لود، يبقى الار لود بقى بارلل مع الزينر ريجليتور. عشان كده بيسموا الدايره دي شنت ريجليتور، زي مكتوبه هنا كلمه شنت. شنت يعني بارلل، بحط الار لود ان بارلل مع الزينر ريجليتور. تمام؟ هل محتاجين اطلع لكم الدايره يا جماعه؟ هتلاقي في المثال اللي اتشرح محتاجين اطلعها لكم عشان تفتكروها. حد يا ريت يا دكتور. يا ريت. حاضر. حد يفتكر كان المثال رقم كام؟ دور عليها. اوكي اربعه، احنا في 64. شنت ريجليتور مش خلينا نبص على الدايرة. شايفين الدايرة اللي قصادكم دي يا جماعة؟ يا دكتور شايفين. هي دي دير، ادي ار اهي، ده السبلاي ودي ار، وده الزينر ودي ار ال. تمام خلاص نكمل الحل بقى. ماشي. حد عايز حاجه تانية من الدايره؟ غالبا المساله مش هتخرج عن اللي جاي في المثال ده غالبا، ولكن نرجع نشوفها بتقول ايه. هذه مسألة 64. يقول لي calculate find r find vz node. خلاص calculate the required value of r. حد محتاج يعرف تتحسب r ازاي؟ تبقى ال v source minus ال v الزينر على ال i اللي ماشية. v source في انهي حالة؟ خليها minimum. عند المينيمم في سورس المينيمم اللي هو في المسألة بتاعتي هيبقى 75% من ال 20 فولت، هيبقى 15 فولت. واضحة؟ حد يجاوب؟ واضحة يا دكتور. تمام تمام. هحط دي، بقول ايه؟ بقول السبلاي فولتج لما يكون اقل ما يمكن، وبعدين في الحاله دي انا عايز اطمن ان الكرنت اللي داخل للزينر بيبقى على الاقل 5 مللي اللي هو قايلها. المساله بيقول لي خلي الكرنت اللي ماشي في الزينر لا يقل عن كام؟ 5 مللي اهي. خلي المينيمم كرنت في الزينر 5 مللي. يبقى انا بقول ايه؟ ده لما السبلاي فولتج ينزل ل 15 فولت. انا في الحاله دي عايز اطمن ان الزينر ماشي فيه 5 ملي امبير، ده الحد الادنى. يبقى هقدر اعرف الدروب اللي على الزينر قد ايه. تمام تمام يا دكتور. تمام. وهعرف اعرف، يبقى انا عرفت في اوتبوت قد ايه. طيب بفترض بقى ان انا في الحاله دي انا ساحب اعلى تيار طالع للاوت، على طار ده قيمته 20 ملي. تمام تمام. يبقى انا عرفت الدروب اللي على الدايود قد ايه، اللي هو 15 فولت ناقص في بتاعه الزينر، والكرنت اللي ماشي في الريزيستور قد ايه، عباره عن الخمسه اللي راحه للزينر 5 ملي زائد ال 20 اللي راحه لللود. يبقى اقدر احسب قيمه الار، هتساوي الفولتج ديفرنس بين طرفيها مقسوم على التوتال كارنت. ها وصلت؟ تاني معلش يا دكتور. طيب افكر دقيقه واحده كده في حاجه بس عشان تسهل لنا الشرح بتاعنا.
طيب شايفين الدائره قصادنا يا جماعه؟ شايفينها يا دكتور. طيب المساله بتاعتي بتقول لي، بتقول لي الفولتج عباره عن 25 مش 10، 20 فولت بيزيد ويقل 25%، يعني هو عباره عن 20 بلس ماينس 4 فولت، 25% بلس ماينس 5 فولت، تمام؟ بدل 10 بلس ماينس 1 انا المساله بتاعتي 20 بلس ماينس 5، وبيسالني ار بكام؟ جيفن ايه بقى؟ جيفن ان المينيمم كارنت اللي هيبقى ماشي في الزينر قيمته 5، الكارنت اللي ماشي في اللود بيتراوح ما بين 0 و20 ملي. يقول لي احسب ار. احسب ار ازاي؟ احسبها بالطريقه الاتيه، بقول هو ايه الوضع اللي الكارنت ماشي في الزينر دايت هيكون اقل ما يمكن، امتى؟ امتى الكارنت اللي ماشي في الزينر دايت يبقى اقل ما يمكن؟ يعني الزينر قريب قوي منه يقلب، يبقى اوف. دي الحاله اللي انا بعمل عليها ديزاين. الكارنت هيبقى ماشي هنا امتى؟ اما السورس يبقى اعلى ما يمكن ولا اقل ما يمكن؟ اقل ما يمكن. طب اما الكرنت بتاع اللود اعلى ما يمكن ولا اقل ما يمكن؟ اعلى ما يمكن، اعلى ما يمكن. لو الفولتج قليل والكرنت اللي مسحوب لللود كبير يبقى اللي باقي يروح للزينر قليل. تمام، واضح. تمام، يبقى انا بعمل الديزاين بتاعي على اساس ان الفي بلس دهيت اقل ما يمكن، لكن اللود كرنت اعلى ما يمكن. في الحاله دي ايه؟ يبقى انا بقول يبقى اذا الفي سبلاي هتبقى 15 فولت، الكرنت اللي رايح في اللود 20 ملي. في الحاله دي هلاقي الكرنت اللي ماشي في الزينر اقل ممكن. المساله بتقول لي خلي اقل ممكن دي 5 ملي، يبقى الصوره اللي عندي بتقول لي التيار اللي ماشي هنا 5 ملي، التيار اللي ماشي هنا 20، يبقى التيار اللي ماشي هنا قد ايه؟ ها 25 يا دكتور، 25. الفولتج فوق 15، طب الفولتج هنا قد ايه؟ احسبه. الفولتج ده هيطلع عباره عن في زد نوت، في زد نوت طلع 9.825، يعني ماشي عرفت قيمتها، واجمع عليها الدروب بتاع ار زينر دي. الريزيستنس دي 7 اوم، اضربها في 5 مللي تديني 35 مللي، اجمع ال 35 ملي على الفي زد نوت اعرف الفولتج ده، يبقى انا عرفت الفولتج على طرفي ريزيستنس اقسمها على قيمه الكرنت اللي مش في الريزيستور، اما اطلع قيمه ار. واضحه؟ تمام تمام. نرجع للمساله تاني. المسألة بتقول الآتي، find V Z node خلاص، calculate required value of R خلاص، find the line regulation. يعني ايه line regulation؟ ليها definition، فات عليكم المفروض في المسألة مش كده؟ نرجع، انا هرجع على رسمة المسألة. هو change V output على ال V S، change V S. اه بالظبط، انا مش حافظه انما هو اظن اهو موجود اهو صوتي. find the change في line regulation، regulation change في الاوتبوت على التشينج في السبلاي. طب هل احسبهم ازاي؟ احسبهم ازاي؟ اي سي يو واتعامل بالتشينج بس. بالظبط كده، هحل المساله بتاعتي على اساس انها اي سي، ان التشينج دوت small signal. فالدايره بتاع، فاكرين الدايره اللي كنا بنتفرج عليها من شويه؟ في فوق سبلاي وبعدين ريزيستنس وبعدين الزينر دايد وان بارلل معاه اللود. الزينر دايد عباره عن بطاريه وريزيستنس. اما اجي اشتغل small signal السبلاي بتاعي هيبقى هو small signal 5 مللي 5 فولت.
AC 5 فولت يعني كومبوننت ده دي البيك 5 فولت دي البيك مش هيفرق معايا كتير ماشي السبلاي بتاعي سمول سيجنال تشينج هيبقى 5 فولت هل انا بقوله مفهوم اه دكتور تمام تمام هحطه فوق 5 فولت وانا بحل AC بعد كده عندي ريزيستنس وبعدين هنزل لفرعين الزينر واللود الزينر تركيبه كان فيه بطارية وريزيستنس لكن انا بشتغل AC تمام يبقى حلقي البطارية عمل عليها شورت يبقى عندي ريزيستنس اسمها RZ فقط يبقى الدائرة هتبقى عبارة عن السبلاي وصل ان سيريز معاه R اللي انا حسبتها في الجزء اللي فات ان سيريز معاه فرعين اللي هي R Z in parallel مع R load واضح؟ تمام يا دكتور طيب و R load ما ادانيش قيمتها R load عادة بتبقى كبيرة هو بيسأل بيقول إيه find the load regulation أنا مش هحتاج الـ R load أنا ممكن أجيب الفولت اللي على الـ RZ وهيبقى هو اللي على الـ R load بص هو لو عندك فرعين in parallel مع بعض عشان تحسب الـ resistance أخد بالك إن الـ current اللي جاي من فوق بيتفرع جزء منه بيمشي في الزينر وجزء بيروح لللود واضح؟ اه يا دكتور بس هما بارلل فال يعني الار لود لو كبرت الاي اللي داخل لها بتقل او اه بت... يعني اقصد أنا... هتبقى في الاخر برضه نفس الفولتج يعني هو انت عارف الكرنت اللي ماشي في الزينر قد ايه؟ انا معايا الار زينر بس اه صح تمام فهو اللي بيحصل حاجه يعني هنقدر نقوله الاتي عادة R زينر دي 7 اوم يظهر بكتير قوي من R لود عادة خلاص طب تعال نقدر قيمة R لود كده بالتقريب قد ايه الزينر فولتج بتاعي 10 فولت الدروب اللي على الزينر حالي 10 فولت الكرنت اللي ماشي في اللود 20 ملي يبقى اذا اللود بتاعي اما بيبقى ماشي فيه اكبر كرنت يعني اعلى قيمه للار لود هتطلع نص كيلو صح مفهوم اللي بقوله حد يجاوبني حد يقول لي اه ولا لا مش فاهم الحكايه اللي قبلها دكتور هشرحها تاني حاضر بصوا يا جماعة المسألة بتاعتي بتقول لي التيار اللي ماشي في اللود يطرح ما بين 0 لغاية 20 ملي صح؟ هدي جواب اه تمام يا دكتور يبقى R load قيمتها في حدود كام؟ أنا عايز أحكم على قيمة R load قد إيه تقريبا هو الدروب اللي اسمه V output ده مش حوالي 10 فولت صح؟ تمام اما التيار اللي ماشي في اللود وانا حاطط على اللود 10 فولت يبقى بصفر ده معناه ان اللود قد ايه صفر ده اعلى ما يمكن كده اعلى ما يمكن انفينيتي انفينيتي صح كل تمام. التيار ما يزيد معناه الريزيستنس بتقل تمام يبقى اقل قيمه ممكنه للار لود قد ايه لما اقسمه على 20 هقسم ال 10 فولت على 20 ملي تطلع نص كيلو يبقى R load على الاقل 20 كيلو صح؟ صح طب انا عندي هنا في وانا شغال AC بقى في هنا 7 اوم ان parallel مع 20 مع نص كيلو نص كيلو, نص كيلو دي 500 7 ان parallel مع 500 تقريبا تطلع 7 مش هيفرق مع ال 500 بحاجه صح ولا مش صح؟
تمام. فبالتالي اما اجي اجيب البارلل بتاع 7 اوم ان بارلل مع 500 حول هي هي السبعة فرقتش. يعني اعتبر الكرنت كله بيخش لها بالظبط كده. تمام. اعتبر كان ار لود اوبن سيركت كل كارت داخل. خلاص واضحه. نرجع بقى للمساله. طب بقول ايه، انتوا بدل ما اقعد اتنقل ما بين الرسمه وما بين المساله، انتوا فاتحين المساله بحيث انا مش محتاج اوريها لكم ولا ارجع لها تاني؟ ارجع لها تاني. طيب اوكي نرجع للمساله. هذه المساله، مسألة بتقول لي find the load find the line regulation. يبقى أنا بقول لو السبلاي بتاعي 5 فولت يا ترى الدروب الـ AC component اللي هتبقى على الـ output يعني اللي هتبقى على الـ 7 أوم أحسبها إزاي؟ أحسبها قاعدة الـ voltage divider. يبقى إذا هقول الـ change على الـ output مقسوما على ال تشينج في الانبوت، التشينج اللي في الانبوت سبلاي يعني 5 فولت. طيب نسبه التشينج في الاوت الى التشينج في السبلاي ده اللي اسمه لاين ريجوليشن تساوي كام؟ هتلاقي تساوي ار زد، هستخدم قاعده الفولتج ديفايدر تطلع ار زد على ار زائد ار زد، وعادة R بتطلع أكبر بكتير قوي من RZ، فتقريبا RZ على R، أو لو أنت عايز تشتغل بدقة على شوية قول RZ على RZ RZ. واضح؟ تمام. ده ال voltage line regulation. بعد كده بيسأل على load regulation. طيب find the load regulation. ايه هو اللود ريجوليشن؟ يعني اللود ريجوليشن تعريفه موجود هنا مكتوب يا دكتور، في اوتبوت عند النو لود على في اوتبوت عند عند الفول لود. التشينج في الاوتبوت فولتج على التشينج في اللود كارنت. يبقى هو هنا بيدور على ايه؟ بيدور على التشينج في الاوتبوت فولتج قد ايه بسبب اللود مش بسبب التشينج في السبلاي فولتج. يعني انا هعتبر ان نرجع للرسمه تاني علشان تبقوا معايا. الوضع بتاعنا دلوقتي كالاتي: سبلاي فولتج ثابت ما بيتغيرش، دي سي ما فيش اي سي، لكن التغير جاي لي في ان في كارنت داخل في اللود، وعايز اعرف التشينج في الاوتبوت بسبب الكارنت اللي داخل في اللود. تمام. طيب لو انا بشتغل اي سي ودي عباره عن دي سي باتري، بعمل فيها ايه في الاي سي؟ بتغير هو بص اللي بيتغير بس الفولتج. لو كان دي سي فولتج وثابت لما اجي اشتغل اي سي بعمل فيه ايه؟ طيب مره تانية، هو لو عندك هنا فولتج ثابت مش معنى عندك بطاريه واصله على جراوند صح؟ اه تمام يا دكتور. البطاريه بتعمل فيها ايه اما تيجي تشتغل اي سي؟ دي سي باتري. مش المفروض بعملها شورت سيركت؟ شورت سيركت. يبقى النقطه دي في الاي سي هتبقى موجوده على الجراوند صح؟ اه. اذا الفرع ده بقى بارلل مع الار زينر.
يعني هما التلاتة بارلل مع بعض؟ تلاتة بقى بارلل مع بعض. بس أنا هو بيقول لي إيه دلوقتي؟ أنا عايز أعرف النسبة ما بين التشينج في الفولتج إلى التشينج في الكرنت. يعني أنا هنا هعتبر إن أنا عندي كرنت، ما بقصش على R L، بقول أنا عندي هنا في كرنت بيتسحب في الحتة دي، كأن هنا في كرنت سورس معايا. ها تمام يا دكتور. لا تمام يا دكتور، انا فهمت دلوقتي ان هم الثلاثه بارلل مع بعض. تمام، بعد كده ايه بقى؟ الثلاثه بارلل مع بعض، بس هو بيسالني على ايه؟ بيقول لي ايه النسبه ما بين التغير في الفولتج في الاوتبوت الى التغير في الكرنت اللي رايح لللود. يبقى هاخد الاثنين بس البارلل، هاخد الاثنين بس. ايوه كده، هروح واخد R in parallel مع RZ عشان اعرف التغير في الاوتبوت. هقول هو عباره عن الريزيستنس بتاعت الاثنين in parallel مع بعض في التيار اللي انا بسحبه. واضحه؟ تمام. وما اجي ارجع هو بيقول لي ايه ده؟ تعريف اللود ريجيليشن هو التشينج في الاوتبوت فولتج على التشينج في الكرنت. التشينج في الاوتبوت فولتج عندي هيطلع البارالل بتاع الاثنين مع بعض مضروب في التشينج في الكرنت، وارجع اقسمه تاني على التشينج في الكرنت، فهيطلع عباره عن ار كابيتال ار ان بارالل مع ار زد. بس الاشاره موجبه ولا سالبه؟ سالبه عشان الكرنت مفروض سالبه. لا بالظبط كده، لان انا الكرنت جاي من الجراوند الى في اوتبوت، فبالتالي يبقى الفولتج في اوتبوت نيجاتيف، فيبقى الاشاره سالبه. صح، وضحت؟ تمام. تمام، نرجع الى الباقي. فايند ذا لود ريجيليشن، خلاص ماكسيمم كرنت ذات ذا زينر ان يور ريجيليشن از ريكوايرد تو كوندكت. اعلى تيار حمش في الزينر امتى؟ اما السبلاي يبقى شكله ايه واللود يبقى شكله ايه؟ السبلاي تبقى اعلى حاجه واللود يبقى اعلى حاجه، مفيش في كرنت ماشي يعني. كرنت اقل حاجه بالظبط كده. اما السبلاي يبقى اعلى ما يمكن، فالسبلاي بيضخ اكبر تيار ممكن، واللود بياخد اقل تيار، فالباقي كله يروح للزينر. فدي الحاله اللي يبقى فيها اعلى تيار راح يزيد، كان الار لود هتبقى اوبن سيركت مفيش تيار ماشي. احسب الماكسيمم كرنت ده ازاي؟ حول هو الماكسيمم فولتج اللي هي 25 فولت مقسوم اللي هي 20 زائد 25% هتبقى 25 مقسوم على ار كابيتال ار زائد او احنا تحملها البطاريه في زد نوت، هتبقى 25 فولت. هتروح منها البطارية بتاعت الزينر اللي هي قريبة من 10 اللي هي 9.825. 25 ناقص 9.825 مالها بقى؟ الفولت ده دي سي، هقسمه على التوتال ريزيستنس اللي في السك اللي هي كابيتال ار زائد سمول ار زد، يمديني الماكسيمم. وضحت ولا مش واضحه؟ وضحت. ده الماكسيمم كرنت. وات دي زينر بار ديسيبيشن اندر ذس كونديشن؟ احسب زينر بار ديسيبيشن ازاي؟ ماكسيمم كرنت في ماكسيمم فولتج، ايه هو الفولتج اللي هتضرب فيه؟ فولتج البطاريه. فولتج البطارية والآي ماكسيمم مضروبة في الآر زد. آي سكوير في آر زد. تمام؟ يعني آي ماكسيمم في في زد نوت زائد آي ماكسيمم سكوير في آر زد. وصلت؟ وصلت. تمام. طب ايه تاني مطلوب؟ ايه
ها خلاص خلصنا. هلا حضرتك بتسأل مسائل تانية يعني؟ عايزين حاجة تانية اسألوا لو عندك. لا لا انا عندي سؤال عموما كده يا دكتور. هو لو جات لي مسألة اتيريشن في الديودز تمام؟ دلوقتي لو مثلا هشتغل بعد ما اجيب الاي يعني في اسئلة تانية تحتها، القيمة اللي انا جبتها في الاتيريشن دي هي اللي هستعملها تحت، ولا حضرتك بتديني مثلا هتأسيوم من الاي كده برقم معين هتبتدي تشتغل على اساسه؟ معايا. انا فاهم انت بتقول ايه. تمام. بص انا بحاول احنا بنتكلم دلوقتي ثيوريتيكال تمام. انا بحاول اعمل في الامتحان دايما ان انت لو غلطت في فقره الخطا ده ما ياثرش على بعضها. تمام. فبحاول اعمل اللي انت بتقوله ده. بحاول اقول لك ان ايه، انا مثلا بطلب منك احسب التيار والفولتج على الدايت حسبتهم، فما اجي بعد كده اقول لك اعتبر ان التيار اللي ماشي في الدايت كذا وحل عشان ما اضيعش درجه. دي اجابه عاده بتبقى غير الاجابه اللي انت مطلعها. تمام. عاده بقول ايه، السبلاي فولتج اتغير بحيث ان الكرنت اللي ماشي في الزينر مثلا بقى بشيء الفل، اللي ماشي في الدايت بقى بشيء الفل. اتكلم على اتيريتيف سوليوشن اللي هو مع الدايت العادي مش مع الزينر. تمام. فبقول لك ايه، اعتبر ان السبلاي فولتج اتغير وما قلتش اتغير بقى بكام لانه مش مهم معاك في الحل، لكن اعتبر ان الزينر ان الدايود الكرنت اللي ماشي فيه بالقيمه الفلانيه وكملها. تمام. بحس ان انا بفصل الاثنين عن بعض يعني في باي صوره يعني كده. واضح. تمام. دكتور معلش سؤال. اتفضل. قول يا لا لا خش خلاص يا احمد يلا. طب دكتور معلش، هو انا بختار الموديل بتاع الدايود على اساس ايه؟ عشان بس يعني لما اجي احل يعني انا دلوقتي عندي مساله اعرف انا هنقي انهي موديل للدايود منين؟ الاصل انك تشتغل 0.7 الا لو قلت لك اشتغل اكسبوننشال. تمام. او اقول لك حل الاتيريتيف. تمام ماشي. فالاصل هو 0.7. ماشي. تمام. اسئله دكتور، هو الامتحان ساعة ولا ساعة ونص؟ ساعة ونص، والامتحان طويل، والامتحان فيه درجات اوفر لان المتوقع انك مش هتحل كله. تمام. الامتحان ساعة ونص ومش قصير، وعشان كده انا حاطط فيه درجات اوفر. بونص يعني حضرتك؟ لما تحل الامتحان ما تمشوش بالضرورة بالترتيب، يعني دور كده على الأسئلة الأسهل تبتدي حلها. بدل ما تدخل في حته نقطه كده تشنجلك ما تعرفش تطلع منها. وافتكر ان معاك درجات اوفر 10% تقريبا. تمام. دكتور ممكن يسألها 124 في تشابتر 2؟24 بتقول ايه؟ For operation 10 volt output pulses with the requirement that the sum of the rise and fall time represents only 20% of the pulse width half amplitude. What is the slew rate required for an op amp to handle pulses 20 microsecond? Note this, note the rise and full time pulses that are usually measured between 10% and 90% height points. Okay.
اوكي. طيب مسألة دي بتقول لي ايه؟ وبيسأل هنا على الرايس تايم. تمام؟ وانا امتى بتعرض للرايس تايم؟ اما السيجنال عايزة تطلع بتفاضل الفولتج اللي في الاوتبوت بالنسبة للتايم اعلى من رقم اسمه سلو ريت، فبتقول الامبليفاير بيقول له لا ما ينفعش، انت ما ينفعش تطلع اسرع من الرقم اللي اسمه سلو ريت. ماشي. هو بيقول لي بقى، بيقول لي ده انا عايز الفول سم اوف ذا رايز تايم اند فول تايم ريبريزنتس اونلي 20% من البلس ويدث. تمام. هي البلس ويدث قد ايه؟ بيقول لي 20 مايكرو سكند. المجموع بتاع الرايز والفول الاثنين مع بعض 20%، يبقى كل واحد منهم 10% من ايه؟ من البلس ويدث. بلس ويدث تمام. اوكي. البلس ويدث قد ايه؟ 20. ال 10% منها قد ايه؟ 2. يبقى اذا هو خلال 2 ملي سكند بيكون عمل رايز. الرايز ده تعريفه ايه؟ ان ينتقل من 10% ل 90% من الهايت. والهايت قد ايه؟ الهايت 10 فولت. يبقى بينتقل من 1 فولت ل 9 فولت خلال 2 ملي سكند. مفهوم؟ يبقى اقدر احسب الرايز تايم قد ايه. هو بينتقل هنا بيتحرك باسرع ما يمكن بقى خلاص. اه تمام. بقدر احسب الرايز تايم. تمام يا دكتور. تمام. العشرين ميلي سكند. ايه 4 فولت؟ 4 فولت بير سكند. بيقول لي الإجابة 4 فولت بير سكند. طيب احنا حسبناها ازاي؟ من 1 فولت 9 دي 8 فولت. 8 فولت هقسمها على 2 مايكرو سكند، هيبقى 8 على 4 مايكرو سكند، فدي تبقى 4 ميجا فولت لكل سكند. الإجابة المحطوطة بس نسي يكتب الميجا. الإجابة تطلع 4 ميجا فولت لكل سكند. ولا مشكلة عندي هنا. في حاجة؟ باشمهندس في حاجة؟ آه أنت عندك مشكلة؟ معلش في النت يعني. بصوا يا جماعة، على فكرة في بعض الأحيان الإجابة اللي بيديها في الكتاب بتبقى مش دقيقة. فالمسائل يعني الكتاب بيبقى له حلول، بعض النسخ بيبقى فيه حل للكتاب. النسخ دي ما بيبقاش المؤلف هو اللي عاملها، النسخ دي بتبقى الطلبة بتوع المؤلف حلوا المسائل واتجمعت في كتاب والطبع. فبعض الأحيان ممكن تلاقي يعني حل فيه خطأ، يعني زي الرقم اللي قصدنا ده غلط، فده وارد يعني عشان ما تصدمش. اتفضلوا يا جماعة. دكتور بعد اذن حضرتك، هو جزء السلو ريت ده يعني في الماده هيبقى عليه لود او حاجه او كده؟ عشان ما خدناش عليه. مش هجاوبك والا يبقى بقول جزء من الامتحان. ها اسئله؟ شكلكوا استكفيتوا صح؟ حد يقول لي اه ولا لا؟ حد عنده اسئله تانية؟ يعني انا اعتقدش حد عنده. حضرتك عندك مثلا سؤال او حاجه زي كده؟ انا انت اللي هتمتحن مش انا. انا ما عنديش سؤال. توصيه مثلا من حضرتك يا فندم؟ توصيه مثلا من حضرتك، سؤال نركز عليه كده؟ لا توصيه ايه؟ اذاكره الامتحان. انت يعني انا معتبر ان احنا خدنا في الاوبريشنال امبليفاير اكتر مما خدنا في الدايود. ما جات لكش فرصه للدايود تحل بنفس الفرصه اللي جات لك في الاوبريشنال امبليفاير. ده اللي انا بعتبره وانا بحط الامتحان. انت جات لك فرصه تتمرن على الاوبريشنال امبليفاير اكتر من الفرصه اللي جات لك للدايود.
وبالتالي الدايت ما بدخلش في أسئلة بنفس العمق اللي ممكن أدخل فيها في الـ Operational Amplifier. تمام، عشان كده بقول لكم يعني بص انا دايما امتحاناتي بتيجي بترتيب المنهج، فتلاقي ان انا باجي الاول اسئله الاوبريشنال امبليفاير وعاده بترتيب ما خدتهم كمان، يعني الجزء الاولاني من المنهج بتلاقي اسئلته جايه قبل الجزء اللي وراه عاده كده، فبالتالي مش اول سؤال بيبقى اسهل سؤال، فانا عايزك تبص كده بسرعه على الاسئله قبل ما تبتدي تجاوب، تبتدي تجاوب بالاسهل اللي انت عارف اجابته اقرب لك، وبعد كده انتقل من سؤال للتاني بحسب السهولة بتاعت كل واحد. تمام، انا قلت اللي عندي. هو هيكون ثلاث اسئلة دكتور؟ نعم هيكون ثلاث اسئلة؟ اربعة بس، اربعة مش ايكوالي، مش ايكوفلنت، الدرجات مش قد بعض. اه يعني في حاجة عليها لود يعني اكتر. اه طبعا اربعة اسئلة ممكن تلاقي سؤال منهم مثلا اكتر من ضعف سؤال تاني او قد ضعف سؤال تاني او اكتر، واضح؟ في اه في سؤال اكتر من ضعف سؤال تاني، بالتالي يعني العدد ما بيعنيش كتير، يعني لا يعني كثير. تمام آه. تمام ربنا يوفقك يا جماعه. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا، السلام عليكم. شكرا يا دكتور، تعبنا حضرتك. ربنا يكرمكم. شكرا جزيلا، السلام عليكم.